السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بخير وسرور متابعين غاليين. عندنا اليوم فورشينر 2018 ديزل، مكينة حجمها 2.8، اللي قبل صورت لكم حجم المكينة 2400، نفس مكينة الهايلوكس حق الديزل. وهذا 2800 بعد نزلت هايلوكس ديزل، بس إلى الآن ما نزل بشكل رسمي بالسوق عند عبد اللطيف جميل. هايلوكس حجم المكينة 2800، قوة الأحصنة أقوى من 2400. ال 2400 اللي مثل هذا 147 حصان تقريبا، هذا 2800 قوة الأحصنة 178. الثاني المكينة 2400 التورك تقريبا 400، هذا ممكن يصل إلى 500 تورك إذا صار 174. طبعا هذا يعتبر في الكامل بريمي تيربو ديزل دبل دوفلوك جيرتماتيك جزاز كهرب شنطة كهرب زنون ليد كشافات حساسات خلفية مراية كهرب خاصية الطي تشغيل بصمة دخول بصمة مقاعد مخمل كاميرا خلفية سلة جن 18 مكحل مكيف لمس تكييف مركزي تخشيب كامل جناح مثبت سرعة شاشة معلومات وغير تبديل شفتر وشاشة معلومات بالطبلون وتحكم دركسون كامل وبلاتوث وإرباقات أمامية وجانبية وحساس ضغط هواء الكفرات. بستعرضه لكم على السريع بحكم أنه نفس شكل البنزين، طبعا ما في حساسات أمامية، هذا مشكلة الفورشينر. عندك فيها اللد النهاري أنوار، قلت لكم زنون مع لد، الجنط مقاسه 18، إشارة بمراية، مقابض أبواب نفس معليش مقابض الأبواب كروم، مصطبات الخلفية LED، وفي حساسات خلفية، الجنط 18 مكحل، وهذا حجم المكينة وصرفية الوقود 2.8 موديل 2018، يمشيك اللتر 13 كيلو و400 متر. وهذه السلة وفي جناح خلفي، طبعا عندهم أكثر من لون، دخول ذكي، مراتب مخمل لون جملي، أزرار تحكم بالنوافذ كلها أوتوقف المركزي، تحكم بالمرتبة يدوي، هذا شكله من فوق، شكل حساسات خلفية، الشنطة، هذا اللي يفصل الشنطة تصير يدوي، تانكي والكبوت، وعندك أزرار تحكم اللي هو بدركسون حق الشاشة، وهذا الشفتر، هذا الطبلون بشغله لكم الحين، وفيه مثبت سرعة، خذ لكم لفة. سقف لونه بيج. نركب، قبل لا اركب خلو اوريكم الجير. الجير 6 سرعات توبترونيك، وهذه اللي هو الباور مود والايكو، وعندك زر فاصل منع انزلاق، وهذا الدفلك، وهذا الزر حق حساس ضغط الكفرات. تكاية بالنص وفتحه درج بدون مخارج يو اس بي. تخشيب لونه اسود، هم جايب على شكل مموج. خلنا نركب وأوريكم السيارة من داخل. هذا شكل الداخلية قبل أشغل السيارة. ثبت سرعة. هذا سعره 135500 بدون ضريبة. فل برايمي ديزل. نقول بسم الله. تحكم شاشة المعلومات اللي بالنص، نفس العادي 6 سلندر ونفس أغلب سيارات تويوتا، ما يحتاج عارفينها. طبلون 200. هذه الشاشة، شاشة حجمها تقريبا 7.8 إنش. عندك هذا المنيو، طبعا خل نشوف فيها كاميرا، فيه كاميرا خلفية، هذه كاميرا خلفية. وعندك طول العمر هذا فتحات التكييف، والمكيف إلكتروني الدبل مخرج يو اس بي، وعندك هنا مساحة تخزين تحت، وهذا حق حامل الكبار. ومخرج 12 فولت بعد. خلصنا من هنا، جنط يدوي، هذا الدرج،
رباقات بتاكد لكم هي رباقات جانبيه ولا لا، لان في رباقات اماميه بس الجانبيه ما ادري، بتاكد لكم. شوف بكم المرتبه اللي ورا بالنسبه للهليكس الديزل 2800، اول ما توصل بصوره لكم ان شاء الله. اوتو يبدو لي انه ما في رباقات جانبيه، معليش بس رباقات اماميه. عندك هنا مخرج 12 فولت، وهذا التحكم الكتروني، مكيف سقف، لا اللمبه اصفر، مخرجين بالنص، مكيف اللي بالنص، وعندك ورا فيه مخرجين بعد، وهذا التكاي بالنص فيها حامل كواب. بس خلصنا، وركم الشنطه والماكينه. هذه استبات خطوط الاي دي، الاضاءه حقت اللوحه باللون الاصفر. هذه الشنطه من ورا، طبعا يجي ثلاث صفوف، نفس البنزين بالضبط. وبس بس خلوا لكم الشنطة الماكينة، معليش جناح وصطبات الايدي، الدواسة الألمنيوم بلون اسود، وهذا شكله من جهة الراكب. وريكم الماكينة والنور، هذا اللد، اللد والنور زنن. وريكم الماكينة، هذه الماكينة 2800 بقوة 178 تقريبا، صح حجم الماكينة 2800 4 سلندر طبعا. اوريكم كشاف الضباب. عندك هذه الاشاره والعالي والواطي كلهم زنهم جاي بنفس العدسه، وهذا اللد النهاري، وكشاف الضباب باللون الاصفر. وسلامتكم يا الغالين، فمان الله وبحفظ الكريم. طبعا ارقام وحساباتهم كلها تحت في الوصف. عندهم جيكسار نص فل ان شاء الله اليومين اصوروا لكم، جيكسار نص فل ديزل، مو نص فل معليش ستاندر ديزل، ان شاء الله حاول اليومين اصوروا لكم باذن الله. طبعا عندهم اكثر من لون، الابيض اللي شفته قبل شوي، والفضي هذا، وفي البني. خلوا اوريكم، طبعا هذا جيكسار 8 سلندر ستاندر، بصوروا لكم ان شاء الله. سعره اقل من اللي صورته لكم قبل. هذا جنط 17 ودواسة ألمنيوم، مقابض أبواب السيارة، بصوروا لكم إن شاء الله بقرب فرصة. هذا هو ديزل، ما أدري هو نصف فل أو ستاندر، بس إن شاء الله بصوروا لكم قريب. هذا البني، وسلامتكم يا الغالين، في امان الله وبحفظ الكريم.